تحية طيبة لكل المتابعين ديال الموقع لارشانكو. اليوم في إطار احتفاليات ديال افتتاح مركز ثقافي ليكسوس باب الحرب ميدان العرائش، تم تنظيم لقاء حفل تقديم كتاب الحركة الوطنية بمدينة العرائش 1930-1956 للباحث عبد الصمد المنصوري. اللقاء اللي نظمته جمعية أرشيف العرائش لتوثيق التراث الثقافي والبحث التاريخي وجمعية رؤية بالتنسيق مع مركز خطوة للدراسات. هذا اللقاء هذا اللي عرفه مشاركة ديال صاحب العمل عبد الصمد المنصوري، بالإضافة إلى واحد المجموعة ديال الباحثين اللي أتوا فضاء اليوم، اللي هما الدكتور حسن معمار، الأستاذ الدكتور هشام عبيد، الأستاذ عبد السلام تبلاوي اللي قدم الكتاب. هذا اللقاء هذا طبعا اللي دار اللي دام تقريبا جوج ساعات، عرف واحد النقاش عميق، واحد النقاش دسم حول الحركه الوطنيه بمدينه العرائش. الكتاب يعتبر يعني مؤسس للكتابه في هذه الحقبه الزمنيه من تاريخ مدينه العرائش اللي كتعاني من واحد الخصص كبير. طبعا الحال ندعوكم الى لقاء اخر غدا باذن الله 7 مساء عبر نشاط اخر من جمعيه الارشيف العرائش لتوثيق التراث الثقافي والبحث التاريخي. هذا اللقاء اللي غادي يعرف ندوه علميه حول تحقيق التراث المغربي المقطوع في الفتره المعاصره، اللي غادي يكون معنا مجموعه ديال الاساتذه. نحن ندعوكم لتاسيس اللقاء غدا باذن الله للمتابعه والاستمتاع بهذا اللقاء الثقافي البديل.